خالد السعود يعني هيرفي رينارد يعني بعيدا عن قوته الشخصيه والتكتيكيه والمنطق اللي جالس يقود فيه المنتخب السعودي، الا ان كل مدرب له سلبيات، بوجهه نظرك ما هي سلبيات رينارد التي تخشاها غدا امام الصين؟ اذا بغيت الحقيقه ابو لطيفه إيه؟ وحتى ننصف الرجل والنتائج، النتائج تتحدث، يعني في النهايه اذا كنا نتحدث عن الارقام والاحصاء المسيره حقيقه مسيره عطره جدا، ولا بصراحه لا ارى يعني ما يستحق حتى الانتقاد، وحتى وان كان انتقاد من اجل التقويم لاسباب كثيره. يمكن في العناصر المختاره راينا عناصر كثيره تختار لاول مره وراينا لها مكان، يمكن ابرز مثال لو المثال الحي والمثال الجميل في راس البريكان اللي ما كان يختار ابدا في المنتخب، ولما اختير ومن اول مره زج فيه وكان حقيقه جريء جدا في مباراه كانت يعني هي مباراه الموسم على الاقل في الفتره الماضيه. شلون؟ سواء لفراس ابو لطيفه المباراه كانت لا يعني شلون فراس البريكان دائما في المنتخب، كان في المنتخب حتى الاولمبي حتى مع رينارد كان في فتره سابقه. هذه اول مشاركه رسميه تعتبر كمباراه رسميه، هذه اول مباراه، والمباراه بلطيفه مباراه تتكلم بطولة بصراحه. لا في بطوله كاس الخليج كان هو عبد الله الحمدان المهاجمين، اعتقد العناصر اللي شاركت في بطوله الخليج من هي بلطيفه؟ فريق اول كان يعتبر، المنتخب الاول كان يعتبر فريق اول، المنتخب الاول كلهم الاسماء كانوا موجودين، لكن ما هي بذات المجموعه اللي جالسه تشارك الان في المعترك الاقوى والاهم بالنسبه للمنتخب حتى وبالنسبه للجميع، يعني احصائيا ورقميا المباريات الحاليه للتصفيات لطيفه اعتقد تختلف تماما. المنتخب اللي ذهب لكاس الخليج هو المنتخب، وان كان مسمى المنتخب الاول ولكن المنتخب على الاقل اغلب المشاركين فيه الغالبيه العظمى والسواد الاعظم من المشاركين فيه يشاركون سواء لاول مره او حتى للاعبين اللي مشاركاتهم يعني ما تتعدى حقيقه يمكن الخمس مشاركات الرسميه. شاهدنا فراس، شاهدنا يمكن حسين قاسم ظهير الفيصلي ولاول مره حقيقه ولاعب بارز جدا. يمكن الميزه في 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 مدربنا الحالي التصريح هذا لثاني مره يعيد انه ساشرك، قد ترون عناصر يعني تستد على المنتخب لاول مره. عبد الرحمن العبود يمكن انا يعني مع زميلي خالد يستحق المشاركه، رتمه عالي جدا وحقيقه ادى ادوار كانت جميله جدا مع نادي الاتحاد في الفتره الماضيه وكانت له مساهمات كبيره. يمكن العنصر الاخر ومن تنازلات المدرب عن ياسر الشهراني اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ياسر يمكن زميلنا خالد يمكن اعطانا احصائيات قبل يومين عن اكثر لاعب شارك في القاره في خلال فتره اعتقد ثلاث سنوات. ياسر ما شاء الله، ياسر خارج الملعب وياسر داخل الملعب، ان كان يمكن الجميع شارك اليوم مشاركه ياسر بالتمرين، المدرب لن يجازب بياسر الا ان كان جاهز 100%، واعتقد البديل يمكن ناصر الدوسري او حتى حسين قاسم اللي من الممكن ان يشارك كعنصر لاول مره يستعد على المنتخب. ولكن اجمالا انا بعيدا عن الاسماء اتمنى التوفيق لمن يشارك باذن الله، وان كان اسم جديد اتمنى له التوفيق وهي فرصة ومناسبة جيدة للاعب اللي يشارك لأول مرة. كون المباراة وضغط الجماهير سيكون بإذن الله ما لن يكون سلبي، سيكون في صالح كون المباراة تقام على أرضنا.